هو يهيل، لكن يقصد انه يقولهم انه ما هو هذا الرجال بوحنا ماله، فقالوا اذا خلاص ما تدخل شيء. طيب فبعد ذلك قالوا خلاص ما في مجال، لازم نرسل حال النبي حال عمر بن الخطاب. فأسألوا إلى عمر بن الخطاب وجاءهم. سبحان الله، لشان تصح فكرة هذا البابا يعني أقول لكم عن تقولوا لأن خاصة أقولها. عموما قصة جميلة، هو جاء إلى الشام، ولما جاء الشام هو لابس عمر بن الخطاب المرقعة، شاشة مرقعة يعني بين كتف ما في، يقول له تقريبا قب 12 رقعة بين كتف، بس بين كتفه من كثر رقع يعني. وكذلك ملابس رثة، ولابس وراكب على ناقته، وجاي من معه موكب سامي جاي وغلامه، مرة يركب عمر يمشي مسافة وخلاف ينزل يركب الغلام، بعد حتى يعيضه، وبعد لما وصل عند قارب الجيش كان يدور على الغلام، قال له ما اركب، قال لا تركب، قال له ما دورك، قال له دوري، قال اركب. طيب ما يستوي منيتو أن تلاقى الجيش وتكون تقودني، قال أقودك أنا، دورك ما دورك، قال دوري، قال خلاص، وركب الغلام في الناقة وهم سارين واصلين معسكر. قصة جميلة حقيقة، اللي لو الوقت فيه يعني تفاصيلها رائعة جدا، تضرب مثال للحاكم الصالح المخلص. عموما ثم بعد ذلك لما اقترب أبو عبيدة حيابة وكذا، قال أبو عبيدة يعني يقول له من المؤمنين، يقول له يعني شوف تغيره، المسلمين كانوا يعرفوا هذه الحالة وكانوا كلهم كذا، بس لما راحوا الشام حصلوا هيش كمثرة، مش ماشة، رولة، خير، حشيش، شجر، ضارين على صحة وناقة وقحش وتيس. بس راحوا الشام وجدوا دنيا غير، أصبحوا يلبسوا ملابس حلوة وكذا. قال يا أمير المؤمنين يعني ما يوم يقولوا له، بس يلمحوا له يا أمير المؤمنين الناس هنا يعني الناس هنا تحب يعني كذا. طيب قال ما ايش المطلوب مني؟ قالوا لا غير ملابسك نزلها. قالها من زين طيب ومو غيره؟ قالوا ما يستديش العناقه، انجيب لك برذون خيل صغير، هذا اللي يكون خيل صغيره، هذا الخيل مال فارس، مال كسرى فارس، جايبينها ما له هو يعني مرتبه. قال لهم طيب ماشي مشكله جيبوا، جابوا له اللبس وجابوا له هذه. اول ما ركب عليها هذه متعوده يركب فيها الملوك ومعودة تمشي كذا، يعني تمشي بشيء يعني تعرف اللي عليها ما شخص عادي، فإذا تمشي متبخترة. فقال عمر الخطاب قال إيش سوي هذه؟ غضب عمر الخطاب، قال هذه الدنيا جاتني الدنيا، كلها الدنيا جاتني، قال ما أريدها، شلوها ورجعوا للمعاذيك مرقع اللي مالي، ما أريدها، دنياكم دنياكم لكم، ما أريد يعني، شعر بس إن الدنيا خضتها هو، بس هذيك المشيت بكذا. نزل منها وركب ناقته وقال ما رجعوا للمرقعة، هي المرقعة أبوها، فرجع على المرقعة، لبس المرقعة وشل ناقته ودخل. ولما شاف هذاك البابا قال هو افتحوا، فتحوا الأبواب، فتحت أبواب القدس دون حرب ولا شيء، لأن عمر الخطاب هو الذي كانت تبشر به كتبهم السماوية. حقيقة هذا السؤال يطرح نفسه، لكن يبدو بأن هناك بعض الروايات في كتب السماوية أن هذا القدس ستفتح من الأنبياء السابقين، حتى النبي أحمد، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبئ به في كتبهم ونبئ صح، فإذا لك ظاهرة شبيهة بهذه النقطة.